يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي قصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي صل ارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، السلام عليك.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله عليك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي طالب البيت الوارث المنح السالم عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالي والغارب ويواحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنزم مؤتلف متراكب مما إن فيك يخرج من بين صلبي والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأن له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوى بين نادم والتائب وخيف لنفسه يعاتب وبكم من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليك له آدم عليه السلام قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح
به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. الله عليه له إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيله موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيله عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب Oh,
تصهر الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب ما ركب النجاح
أحمد المصطفى سيدي استبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله لم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات سلام عليك يا رب
Yeah.